تعرضنا لشتى أنواع القمع، لشتى أنواع الأساليب الترهيب والقسوة من قبل القوات الأمنية ومن قوات الشغب. أيضا لم يسمعنا العالم ولم ينتبه لما كان يحدث في العراق من ثورة عارمة، هذه الانتفاضة التي غيرت وجه التاريخ العراقي الحديث. لكن للأسف الكثير من سواء كانت السياسيين أو دول العالم صمت آذانها عن الصوت العراقي المطالب بالتغيير الحقيقي. المشاركة في الانتخابات يجب أن تكون مشروطة، وتشرين وضعت هذه الشروط هي المال، إنهاء السلاح المنفلت، المال السياسي، انتخابات حرة نزيهة، مفوضية نزيهة. هذه الشروط لم تحقق، لذلك كانت مقاطعة الثوار لانتخابات تشرين في محلها كونها لم تحقق ما هو المطلوب. العصيان المسلح أو ثورة السلاح ممكن أن تؤدي إلى قلع المنظومة السياسية وإنهاء الوضع الحالي المأساوي في العراق عن طريق قلع هذه المنظومة السياسية برمتها. كلا كلا أمريكا، كلا كلا أمريكا، كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل. نور وعيون الشعب لو طاح يبكينا. أهل الحق أطلق تحالف الفتح حزمة من أن هناك من يراهن على ضعف مشاركتكم في الانتخابات بشكل عام، هناك من يراهن، والتركيز أكثر على محافظات الوسط والجنوب، المحافظات التي لبت نداء الفتوى. بعون الله النتيجة محسومة، النتيجة الرسالة. سيادة العراق ثابتة، ولا مجال ولا مكان لبقاء أي قوات أجنبية على أرض هذا البلد. والمبدئية الدينية، صمام الأمان لهذا الشعب والشهداء.